اهلا بكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم حصاد اليوم الاخباري ياتيكم من قناه النادي الاهلي. في البدايه طبعا احنا كل يوم بنقول وننبه عن برنامجنا اللي بشكل يومي هنجيب ابرز الاحداث اللي على مدار 24 ساعه طبعا، وبالاخص داخل النادي الاهلي، وايضا هنحاول ان نلقي الضوء على ابرز الاخبار المحليه وايضا الاخبار العالميه، ونتمنى ان كل اخبارنا تكون عند حسن ظنكم. ودلوقتي هنبدا اول اخبارنا مع حضراتكم طبعا في خبر محزن ومؤسف كان حدث اليوم، ونادي الاهلي ومجلس ادارته برئاسه الباشمهندس محمود طاهر بينعي ويدين الحادث الارهابي الاليم اللي حدث اليوم في طبعا كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالاسكندريه، والحدث اللي وقع اليوم الاحد، ودين النادي الاهلي مثل هذه الجرائم بشده، وبيوضح ان هذه الجرائم لن تنال من وحده الوطن وعزيمه المصريين، والنادي الاهلي بيدعو المولى عز وجل في ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم اهلهم الصبر والسلوان. ايضا كباتن النادي الاهلي كابتن احمد فتحي والمنتخب الوطني يعني برضو عبر عن طبعا أساه وحزنه على هذه الحادثة الأليمة، وطبعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، وكتب على صفحته أنه هو بواقع الألم والأسى يعني خالص التعازي للشعب المصري والنادي الأهلي. أيضا العديد من النجوم، نجوم النادي الأهلي وأيضا نجوم منتخب مصر، كابتن محمد صلاح، كابتن شريف إكرامي، وأيضا محمد النني، شاركوا في مواساة هذه طبعا على الشعب المصري، مواساة إخواتنا المسيحيين، وكله كتب لقي الله يا مصر. أيضا نجمنا الكبير محمد صلاح نادي إي إس روما الإيطالي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع الاجتماعي تويتر: أتقدم بخالص عزائي إلى أهالي ضحايا كنيسة مار جرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية، ودعواتي للمصابين بالشفاء العاجل. كما نعى نجم المنتخب الوطني ونادي الأرسنال الإنجليزي محمد النني شهداء الحادث، وكتب النني عبر حسابه الشخصي: خالص عزائي للشعب المصري والإخوة المسيحيين، اللهم ارزق أهلهم أهلهم الصبر والسلوان. نروح لطبعا بعثة كرة اليد، وأنهى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي مرانو الثاني في المغرب أمس استعدادا لمواجهة الزمالك على لقب كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامته بعد غد الأربعاء على صالة الانبعاث، وخاض الفريق فقرات بدنية وفنية متنوعة على صالة القدس. ومعنا على الهاتف مراسل قناة النادي الأهلي في أغدير، مساء الخير. أهلا بيك، تحياتي ليك طبعا وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. عايزين نعرف منك بشكل اكبر ايه اخر استعدادات النادي الاهلي للقاء السوبر، عايزين نوصل ان نعرف ايضا حاله اللاعبين واخر الاستقرار الفني للشكل اللي هيأدي بيه النادي الاهلي هذه المباراه، يعني قول لنا كل اخبار البعثه. الحقيقه طبعا يمكن فوري وصلنا طبعا هنا المغرب، يمكن الاول كانت رحله شاقه شويه طبعا من كازابلانكا ثم اغادير، لكن فوري وصلنا طبعا، وبعد طبعا كنا في فندق الاقامه حدث طبعا الكابتن عاصم حماد المدير الفني لرجال كره اليد بالنادي الاهلي برنامج تدريبي، في تدريبات كانت صباحيه ومسائيه، يمكن انهى من ساعه او ساعه ونص الكابتن عاصم تدريباته الاساسيه على ملعب الفرعي. طبعا يمكن لسه حتى الان لم يتدرب فريق النادي الاهلي على الصاله الرئيسيه لا تقام عليها المباراه، يمكن حدث طبعا الكابتن عاصم وهنا المسؤولين في دوله المغرب هتكون يوم الثلاث ساعة فقط لغير على الملعب اللي هيكون طبعا هيستقبل مباراة الاهلي والزمالك اللي هي صالة الانبعاث هنا في المغرب. الامور هنا ماشية بشكل طيب جدا بالنسبة لفريق النادي الاهلي، في تركيز كتير جدا في الفريق، الحالة المعنوية مرتفعة جدا، كل اللعيبة ان شاء الله واخدة قاعدة على مكتبها ان شاء الله ان هي تفرح كل جمهور النادي الاهلي. مباراة الاهلي والزمالك ليها طابع خاص طبعا زي ما احنا عارفين، لكن عايز اطمنك بشكل عام كمان يمكن التدعيمات المميزة للكابتن عاصم، يمكن هو استعان طبعا بيحيى الدرع وحماطة اثنين من اللاعبين المميزين جدا في سواء سموحه او هليوكليس، متواجدين هيخوضوا طبعا في مباراه السوبر الاهلي والزمالك، ومن بعدها كمان البطوله الافريقيه بطوله ابطال الكؤوس. غدا يمكن ان شاء الله كابتن عاطف كمان يمكن قفل على اللعيبه بشكل عام بالنسبه طبعا للتصريحات للاعلام، اي حاجه طبعا خاصه بالفيسبوك تويتر الكلام ده كله طبعا عارفين، مباراه هامه جدا طبعا، فالكابتن عاطف كان سامح لنا طبعا الفتره اللي فاتت على مدار اليومين لقاءات كثيره جدا مع اللاعبين، لكن
من هذه اللحظه يمكن الامور يمكن خلاص هتخش كده في معسكر مغلق سريع طبعا قبل المباراه. عايز اطمنك بشكل عام كل الامور هنا ماشيه بشكل طيب. طيب زميلنا كريم، يعني من خلال متابعتك للتمرين وايضا انت متواجد يعني جوه المران وبتشوف اللعيبه، ايه يعني انت شفت ايه على وجوههم؟ هل هم يعني في علامات ارتياح؟ هل في علامات تركيز؟ يعني ايه شايف ايه من نفسيات اللعيبه واستعدادهم لهذا اللقاء؟ الحقيقه طبعا يمكن زي ما بقول لك من خلال لقاءاتي مع اللعيبه ومن خلال متابعتي مع اللعيبه، اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا، عندها هدف كبير، اللعيبه مركزه في المباراه، مركزه في الملعب، كل لعيب يمكن ملتزم بشكل كبير، وقت النوم في وقت الوجود في وقت الكابتن عاصم عامل يعني حزم كده كبير شويه بجانب طبعا الكابتن خالد العوضي مدير الفريق، اللعيبه مركزه بشكل كبير، بيحافظوا طبعا على بعضهم، بيخافوا طبعا من الالتحامات الخاصه في التدريبات نظرا للمباراه القادمه ان شاء الله، لكن بطمنك بشكل عام يعني الفريق كله على قد استعداد ان شاء الله ان هو يسعد كل جمهور النادي الاهلي، وده اللي وعد بيه بالفعل كل جمهور كل فريق النادي الاهلي ان هم يسعدوا جماهير النادي الاهلي بفوزهم ان شاء الله ببطوله السوبر المؤهله ان شاء الله لكاس العالم للانديه. زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من المغرب، بنشكرك شكرا جزيلا وبنضم صوتنا لصوتك، ونتمنى التوفيق لبعثه النادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز. نروح لاخبار كره القدم، و سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي بيصمم على ان النادي الاهلي سيخوض لقاء الاتحاد السكندري في اي موعد واي مكان دون تغيير. طبعا كابتن سياده اللواء شيرين شمس قال ان النادي الاهلي لن يطلب تغيير زمان او مكان المباراه، واضاف ان النادي الاهلي هو نادي الوطنيه ولا يخشى الارهاب، بل هو على اتم الاستعداد في التكاتف مع مؤسسات الدوله حتى تعود مره اخرى الى كامل صلبها. وايضا قال ان ان شاء الله فريق النادي الاهلي بيتم استعداده بشكل كبير جدا على انه يعقد طبعا او يروح اللقاء يوم الثلاث المقبل ان شاء الله على استاد برج العرب امام نادي الاتحاد السكندري الاسبوع 24 للدوري الممتاز. مكملين مع اخبار فريق الكره، والكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي يعقد اجتماعا مع اللاعبين على هامش المران وطلبهم بالتركيز في لقاء الاتحاد السكندري. طبعا كابتن حسام البدري عقد اجتماع مع لاعبته في اطار طبعا التمرين والاستعداد للقاء الاتحاد المقبل طبعا ان شاء الله في الاسبوع ال 24 لبطوله الدوري العام، وكان كابتن حسام البدري الاول اجتمع بكابتن الفريق حسام غالي وعشان العديد من الامور. اول حاجه كابتن حسام غالي هو كابتن الفريق، ودايما كابتن الفريق بيبقى له دور كبير جدا داخل الملعب. اول حاجه هو همزه الوصل ما بين الجهاز الفني وما بين لاعبته، هو اللي بيشرح معاه طريقه الشغل اللي هيحصل طبعا استعداد وطريقه اللعب اللي هتتم في التمرين، وايضا بيحاول ان هو يوصل اهم وابرز الحاجات اللي عايز يركز عليها في المباراه من خلال طبعا كابتن الفريق له دور مهم جدا. وهديكوا على سبيل المثال النجم راؤول جونزاليس طبعا نجم نادي ريال مدريد الاسباني كان له مكتب داخل اوضه اللبس في فريق ريال مدريد، لانه هو اللي بيقوم بدور المدير فني صغير داخل الفريق، يعني المدير الفني بيدي تعليماته لكابتن الفريق، كابتن الفريق له دور كبير قوي انه يلم الفرقه، انه يقدر يحافظ على المعنويات، يشوف الترتيبات، يشوف اخر الاستعدادات، يعني يساعد الجهاز الفني في ان هو يوصل كل معلوماته وتعليماته الفنيه للفريق. طبعا على هامش المران حضر السيد كامل الزاهر امير صندوق النادي الاهلي لمؤازره اللعيبه طبعا في لقاء الاتحاد، وايضا اشاد الكابتن حسام البدري المدير الفني للاهلي بالحارس محمد الشناوي بعد تالقه اللافت في المران اللي نال بيه اعجاب الجهاز الفني وزملائه، وايضا يعني الحمد لله تاكدت جاهزيه المدافع رامي ربيعه لخوض لقاء الاتحاد بعد انه خلاص تخلص من الام الكدمه اللي حدثت له في تمرين امس، وان شاء الله يكون جاهز للقاء الاتحاد. طبعا من اهم اللعيبه الكابتن رامي ربيعه في دفاع الفريق. ونكمل اخبارنا عن فريق الكره، والسيلفي ينهي شائعه ازمه عادل عبد المنعم وحسام غالي. طبعا كابتن احمد عادل عبد المنعم حارس النادي الاهلي والكابتن حسام غالي قائد الفريق حرصوا ان هم ياخدوا سيلفي مع بعض بعد التمرين، ودايما يعني كره القدم هي لعبه احتكاك، يعني حتى
المعلقين الاجانب بيقول لك فوتبول از فور مان، يعني لعبه كره القدم للرجال، ودايما داخل التمرين بيبقى فيه سخونيه وبيبقى فيه زي ما نقول حماس داخل اللعب، ممكن يبقى فيه بعض النرفزه داخل الملعب، مش بس عشان يبقى فيه امر شخصي، ولكن ممكن اللعيب بدل ما يعمل اوفر يلعبها على الارض او العكس الصحيح. فبعض الناس بيطوروا الموضوع لمشكله كبيره جدا، وان في مشاده وان في يعني مشكله، وطبعا الكلام ده غير موجود بالمره داخل النادي الاهلي، دايما في الاطار الصحيح وماشي على الاطار الصح، وبيبقى في ضبط وربط داخل الفرقه. ويعني السيلفي اللي حصل بعد المران دي اكد للناس ان الموضوع ماشي بشكل سلس وان الامور في الاطار المظبوط. أحمد حجازي مدافع فريق النادي الأهلي هيعود للتدريبات الجماعية، ولكن بعد فترة كابتن سيد عبد الحفيظ أكد أن أحمد حجازي هيغيب لمدة أسبوع عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وبسبب طبعا معانته من إصابة العضلة الضمة. وطبعا أكد كابتن سيد عبد الحفيظ أن أحمد حجازي هيغيب مش بس عن لقاء الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء، ولكن ايضا مباراه اسوان اللي هتقام يوم الاحد المقبل للاصابه. واوضح مدير الكره بالنادي الاهلي ان اللاعب هيخضع لتنفيذ برنامج تاهيلي خاص عشان يحاول يتم طبعا يكون هو جاهز في اقرب وقت ممكن. نتمنى طبعا الشفاء العاجل للكابتن احمد حجازي، لانه بس مش لعيب مهم جدا داخل النادي الاهلي، ولكن ايضا داخل منتخب مصر، ولكن عضله يعني العضله الضمه دايما بنقول عليها عضله رخمه، بتحتاج الى وقت مناسب ووقت كافي عشان التعافي التام. وبنتمنى ان هو ما يستعجلش في العوده مره اخرى لصفوف الفريق الا لما يكون جاهز بدنيا بنسبه 100%. نكمل كلامنا عن اخبار الاصابات، ولكن هذه المره مع المهاجم مروان محسن اللي هيخضع لفحوصات طبيه في المانيا مع الدكتور ماير. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اكد ان مهاجم الفريق ينهي حاليا استخراج اوراقه الخاصه لسفره الى المانيا مجددا لاستكمال رحله علاجه بعد اجراءه جراحه الرباط الصليبي مؤخرا. واكد المدير الكره في النادي الاهلي ان اوراق او تاشيره مروان محسن هيتم استخراجها خلال الاسبوع على اقصى تقدير، حتى يتمكن اللاعب من السفر سريعا ومتابعه مراحل التاهيل اللي بيجريها، مرحله التاهيل اللي بيجريها حاليا. عايزين نقول ان يعني عمليه الرباط الصليبي ما بقاش فيها مشكله كبيره، ولكن الاهم هي طريقه التاهيل، ونتمنى العوده مره اخرى سريعا لمروان، وبالتاكيد الاستفاده الكامله من رحله المانيا. ونروح لأخبار كرة القدم، ولكن على صعيد الشباب، وإن شاء الله يوم الأربعاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تحت 20 سنة على استاد الجيش بسويس في تمام الثالثة عصرا، طبعا ذلك في إطار منافسات الأسبوع الأول من مرحلة السوبر للجمهورية. كان النادي الأهلي قدم ران قويا أمس عن طريق طبعا كابتن سمير كمونة المدير الفني للفريق اللي معانا على الهاتف. مساء الخير كابتن سمير. خير يا كابتن فاروق، منور وحاجه جميله والله، وان شاء الله تبقى موفق الفتره اللي جايه. اشكرك كابتن سمير، وخلينا نتكلم عن استعداداتك واستعداد فرقتك للقاء المهم يوم الاربعاء المقبل امام نادي الزمالك. انت شايف الفرقه مستعده ازاي لهذا اللقاء؟ ده الحمد لله تعدينا استعداد كويس، حطينا فرقه تدريبي ثلاث ايام، اشتغلنا شغل بدني وفني الحقيقه على اعلى مستوى، لعيبه طبقت كل اللي قلنا عليه، ودرسنا فرقه الزمالك كويس، والماتشات المهمه انت عارف بيبقى ماتشات الاهلي والزمالك فيها بتبقى حاله خاصه يعني، واهتمام من الطرفين من ناحيتنا احنا ان احنا بنلعب على طول، وشفت يعني الظروف اللي احنا مرينا بيها. كنت عايز اقول لك الحمد لله يعني استجابه من اللاعبين الفتره اللي فاتت وكله جاهز، باستثناء بس كام لعيب اتصاب كده زي احمد حمدي وعزت ومصطفى الجمل لسه كان بيتعافى من
من الإصابة، وإن شاء الله يعني البركة موجود يعني. طيب كابتن سمير، يعني انت عندك العديد من الغيابات، وكنا شايفين في المرحله اللي فاتت ان انت بتتم تصعيد العديد من اللعيبه، حتى مواليد 99 مواليد 2000 داخل الفرقه، يعني شايف هل التصعيدات ديت والعناصر ديت هتلحق تكون جاهزه للقاء يوم الاربعاء؟ لا الحقيقه يمكن التصعيد ده يعني سماته النادي الاهلي والميزه اللي موجوده في قطاع الناشئين، بتاعت طبعا كابتن نور نسيكو والدكتور طه، معاهم كابتن صالح الحقيقه، في ربط كويس جدا بين الفرق وبعضيها، يعني كابتن مدحت مواليد 98 بيصعد لعيبه من خلالها بيصعد الفرق الاول، نفس الشيء برضه فرقه 2000 الكابتن احمد سراج، بيجي عليا ماتشات ان انا بستعين باربع لعيبه من فريق 2000 لظل وجود بعض العناصر المميزه في 97 اللي عندي، بتصعد للدرجه الاولى عن طريق. طب كابتن سمير انا هفكرك، كان ليك يعني وقع كده في نادي كايزرسلاوترن، في احد التمرينات ما كانش الفرقه مكتمله، وفي لعيب كده جبتوه من الفرقه الاصغر يعني من الناشئين، واللعيب دوت كسر الدنيا بعد كده وبقى ميروسلاف كلوزا اللي هو هداف كاس العالم في عبر التاريخ ومنتخب المانيا وبايرن ميونخ، يعني فكرنا كده بالواقع. يعني انا تملي بقول قطاع الناشئين تملي بيصعد الفريق الاول، وحط لهم الواقعه كلوز طبعا من اللعيبه المميزه اللي لعب في منتخب المانيا ولعب في ليفركوزن ولعب في بايرن ولعب في لاتسيو، وكان هداف تاريخي لحد وقتنا هذا في منتخب المانيا، كان يعني عندنا فيلو اسمه اولاف مارشال من الفراوده الالماني اللي هم مميزين والهداف الفريق، اتعور فتره ومستر اوتو لوهاجي كمدير فني شاف احسن واحد فراود موجود فريق الاماتور اللي هم بيكونوا فريق الامل او الشباب اللي تحت الفريق الاول، فاستعان بيه وقدر ان هو يخش معانا من خلال فرصه خدها للعيب كان متعور، فتالق وبقى نجوم العالم احسن فراود العالم والمانيا، فده تملي بحطه يعني كده، يعني عايز اقول لك زي طموح للعيبه، بس بحطها زي طموح للعيبه قدام المواقف اللي حصلت، بقول لهم لازم تستمر، ممكن لا قدر الله يحصل اصابه لاي حد في الفريق الاول، اتمنى التوفيق طبعا للجميع، ما يكونش في اصابات ولا حاجه، لكن بنتكلم ظروف يعني ان هم يبقوا جاهزين على طول ومستمر. يعني زي ما حصل مع احمد ياسر ريان وتم الاستعانه بيه في اللقاء الودي واحرز هدفين، وممكن في اي وقت يتم الاستعانه بيه من قبل الجهاز الفني طبعا بقياده الكابتن حسام البدري الفريق الاول. واحمد ريان موجود على طول، ومعانا فوزي الناوي وبيكهام، وطبعا غندور الحارس صعد على القرار، وكذا لعيب الحقيقه في اخرهم كمان كان مصطفى الجمل، كذا لعيب صعد، لكن طبعا بنتمنى التوفيق للجميع، ان طبعا النادي الاهلي معروف بيه ان هو ما بيفكرش في البطوله اللي هي فريق الامل، كل هدفنا ان احنا بنفكر التصعيد من خلال القطاع الناشئين، وده الهدف، والحقيقه في ربط كويس جدا ما بين الجهاز الفني الفريق الاول وقطاع الناشئين، وعايز اقول لك يعني الحمد لله عندنا مواهب وعندنا لعيبه تقدر تفيد الفريق الاول، بلس طبعا عارف ان احنا عندنا 10 لعيبه طلعوا اعراض السنه دي، اللعيبه المميزين في معظم انديه الدوري الممتاز، فدي برضه ميزه ان اللعيب ياخد خبرات وياخد فرصه ويستفيد، زائد طبعا الكابتن حسام بدري متابع كل اللعيبه دي عشان يقدر يستعين بلعيب او اثنين او ثلاثه يفيدوا الفريق الاول والمستقبل القريب طبعا على راسهم ناصر ماهر لاعب او نجم البروجيكت حاليا. طب كابتن سمير برضو عايز اسالك، يعني هيبقى طريقه لعبك امام نادي الزمالك طبعا ماتش من ماتشات البيج جيمز دي دايما بيبقى ليها طرقها، بس هل انت هتبقى يعني هتلعب بطريقه متحفظه ولا كعاده النادي الاهلي دايما هتلعب اوبن جيم وبتحاول ان انت تلعب كره هجوميه كعادتك، انت دايما بتحب تحضر كره من تحت كتير جدا حتى وانت لعيب كره في النادي الاهلي او في منتخب مصر او حتى في المانيا، هل هتعمل نفس الفكر مع فريق النادي الاهلي في اللقاء المقبل امام الزمالك؟
انت عايز تقول لهم الخطه بقى فاروق ولا ايه؟ لا احنا عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي، لان دايما طبعا طريقه لعب النادي الاهلي بتبقى اعتقد دايما بتبقى موحده في البحث عن الفوز، ولكن اعتقد ان انت ده فلسفتك، ان انت بتحب تعمل باس كتير وبتحب تروح للجون بشكل سلس وشكل جميل، لان انت يعني اعتقد عليك يعني زي ما نقول كده ضغوط، ان انت عندك اعراض كبيره جدا كابتن سمير، ولكن في نفس الوقت هتحاول انك تلعب على الفوز باللي موجود. مفيش شك طبعا احنا بنلعب كره هجوميه نفس طريقه لعب الفريق الاول بالظبط، ان احنا بنعود بعيد فرقه الامل وفرقه الشباب اللي تحت الفريق الاول، غالبا بيبقى معظم الماتشات بنلعب بنفس الطريقه عشان لما اللعيب يطلع بيبقى برضه يبقى في ربط، عايز اقول لك حافظ مهامه، فدي بتساعدنا الحقيقه وبتساعد الكابتن حسام، ودي حاجه كويسه وحاجه محترمه ان احنا بنلعب بنفس الطريقه. وزائد طبعا عندنا حاجات زائد طبعا التحضير واللمسه ولعبه، والحمد لله السنه دي يمكن احنا مميزين بالكور الثابته اللي احنا بنشتغل عليها. كابتن سمير كمونة نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر وايضا كايزر سلاوترن الالماني، اشكرك شكرا جزيلا، اتمنى لك التوفيق في اللقاء المقبل باذن الله امام نادي الزمالك. نروح للخبر الاخر، فريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي بيفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجه 78-54 في المباراه اللي اقيمت اليوم على صاله الشباب والرياضه بالسادس من اكتوبر ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفين، وبهذه طبعا النتيجه بيتاهل النادي الاهلي للمرحله المقبله في دوري السوبر مع فرق طبعا الاتحاد وسموحة وسبورتنج ونادي الزمالك وأيضا نادي الجزيرة، وبيستعد الفريق لمبارياته المقبلة في كأس مصر مع مصر للتأمين يوم 20 إبريل الجاري. لسه عندنا أخبار مهمة جدا عن النادي الأهلي، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونروح الى ايطاليا الى الكالتشو الايطالي والاسبوع ال 31 من بطوله الدوري الايطالي، ومحمد صلاح نجمنا الكبير يتالق ويسجل في فوز فريق روما على بولونيا بثلاث اهداف نظيفه في طبعا اللقاء اللي جمعهم في الاسبوع ال 31. محمد صلاح صنع يعني سجل في الهدف الاول طبعا بعد لما خد تمريره جميله جدا من زميله ايدن جاكو، وده الهدف رقم 11. كنا لسه بنتكلم امبارح عن محمد صلاح ووضعه في قائمه افضل هدافي الافارقه الهدافين الافارقه، ويعني كنا بنتكلم ان محمد صلاح هنعيد برضه نفس الكلام لو كان يعني ما جاتلوش الاصابه اللي جات له، وايضا المشاركه اللي خدته مع طبعا منتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه كان هيبقى معدله التهديفي اكتر من ذلك. محمد صلاح ايضا شارك في صناعه الهدف الاخير لزميله طبعا اللاعب ايدن جيكو، وكان سجل بدايه التسجيل اللاعب فريدريكو فازيو. محمد صلاح دايما ما شاء الله ابتدى يطور من نفسه حتى في ازاي بيبقى بيفنش الفينشنج سكيلز، ازاي بيجيب اجوان، ابتدى يجيب اجوان برجله اليمين، النهارده جاب جون على اعلى طبعا مستوى، وابتدينا نشوف ازاي هو بيستغل ذكائه انه سريع بيجري في ظهر الديفنس، فلما بيتعمل له اي تمريره في ظهر الديفنس بيقدر ان هو يسبق ما شاء الله، عنده سرعات كبيره جدا وبيسجل اهداف، وهو اصبح اللاعب الابرز داخل فريق الجوليو روسو طبعا فريق اي اس روما الايطالي. وكنا ذكرنا ان في تقارير كبيره جدا بتقول ان محمد صلاح ان شاء الله في نهايه الموسم هيكون له يعني العديد من العروض في الانديه الايطاليه وايضا داخل الانجليش بريميرشيب. لعبنا عمرو ورده قاد طبعا لاعب منتخب مصر عمرو ورده نجم المنتخب وفريق باوك اليوناني
فريقه على الفوز على باناثينايكوس في كلاسيكو اليونان بثلاث أهداف نظيفة طبعا في ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري اليوناني الممتاز. عمرو وردة شارك في المباراة وصنع هدف فريقه الثاني وقدم أداء رائع في هذا اللقاء، وما شاء الله عمرو وردة بيمشي بخطوات ثابتة في الدوري اليوناني وابتدى يبقى له اسمه، ابتدى يبقى له يعني دوره الكبير جدا داخل هذا الفريق. عمرو وردة لعيب شاب ولعيب طموح وعنده من الإمكانيات الكويسة جدا، وحتى ابتدى ينعكس على أدائه مع المنتخب المصري، وابتدى المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر لمنتخب مصر ثقة وبيديله دفع في اللقاءات وابتدى يشارك، وشفنا لما احتاجه في كأس الأمم الإفريقية أدى بشكل ممتاز، ونتمنى له طبعا توفيق مع فريقه لأنه هيلعب منافسات أوروبية وفرقته ممكن تشارك في تشامبيونز ليج ويقدر يسوق نفسه عشان يروح لأندية أكبر كما حدث مع محمد صلاح ومحمد النني لما راحوا بازل كم حط عشان يروحوا للدوري الإنجليزي وأكبر الدوريات الأوروبية. فريق مانشستر يونايتد يحرز فوز مريح على مضيفه ساندرلاند بثلاث أهداف نظيفة على ستاديوم أوف لايت ملعب النور الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز. طبعا النجم الكبير زلاتان إبراهيموفيتش افتتح التسجيل لفريق طبعا مانشستر يونايتد في الدقيقة 30، استلامة كويسة جدا ووسع لنفسه وشاط وجاب هدف مهم جدا لفرقته، طبعا كمل التهديف اللاعب هنريك ميختريان وكمل الثلاثية اللاعب راشفورد. طبعا كان في حالة طرد لفريق ساندرلاند اللي بيدربه ديفيد مويس المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد واللي كان عليه العديد من طبعا الانزعاج من جمهور مانشستر يونايتد لانه كان جاي بعد السير أليكس فيرجسون وكان الفريق ما بيأديش بشكل كويس، ولكن عموما جوزي مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ابتدى يعبر عن سعادته بالفوز اللي حققه وبيتمنى لفرقته ان هو تواصل الانتصارات، وادي هدف زلاتان ابراهيموفيتش نجمه هداف الفريق اللي ما بيتمسكش يعني ما شاء الله عنده كل الامكانيات. وزلاتان ابراهيموفيتش بعد ما تخطى حاجز ال 30 سنه ابتدت اهدافه تزيد بشكل كبير جدا وابتدى يبقى مؤثر اكتر مع كل الفرق اللي لعب معاها. ابراهيموفيتش بعد هذا الهدف يعني تساوى في الترتيب مع دييجو كوستا مهاجم طبعا فريق تشيلسي الانجليزي برصيد 17 هدف، وفريق طبعا مانشستر يونايتد دلوقتي وصل لرصيده ل 57 نقطة عشان يوصل لمركز الخامس مؤقتا، وطبعا يعني دي حاجة مفرحة شوية لجمهور مانشستر يونايتد لأنه قعد كتير جدا في المركز الخامس مؤقتا في انتظار مواجهة أرسنال وكريستال بالاس، ده برضو أحد الدربيهات القوية جدا وتاريخيا داخل لندن لأن كريستال بالاس أيضا في لندن العاصمة وبيبقى في يعني أجواء خاصة جدا في هذه الدربيهات داخل إنجلترا، إنجلترا فيها العديد من الدربيهات في كل الأماكن، ونتمنى التوفيق طبعا لنجمنا محمد النني في مشاركته مع فريق الأرسنال أمام كريستال بالاس في مواجهتهم غدا. عشاق بايرن ميونخ عندهم خبر يعني محسن شويه، اللاعب ماتس اوملز مدافع فريق بايرن ميونخ اعلن غيابه عن المباراتين المقبلتين اللي امام ريال مدريد في ذهاب واياب طبعا منافسات الدور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج. وكتب اوملز المدافع الصلب منتخب المانيا والقادم من بروسيا دورتموند على موقع تواصل الاجتماعي تويتر ان هو حزين جدا لغيابه عن المباراتين المقبلتين، يعني تعرض اوملز للاصابه في التدريبات صباح يوم الاسد مع الاحد مع الفريق البافاري، وبالتاكيد يعني مدير الفني كارلو انشيلوتي مدير فني بايرن ميونخ اللي هيواجه فريقه السابق ريال مدريد اللي حصل معاه على دوري ابطال اوروبا الموسم قبل الماضي، بالتاكيد هيحاول يبحث في الحلول داخل هذا الفريق خاصه انه عنده العديد من المدافعين الاقوياء وطبعا على راسهم اللاعب بوتينج ايضا مدافع فريق ومنتخب المانيا. ب
دي كانت آخر أخبارنا النهاردة، استنونا بكرة وأحدث وأهم أخبار النادي الأهلي عبر اليوم في حصاد الأهلي 24 ساعة دايما عبر قناة النادي الأهلي، أعظم نادي في الكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.